السلام عليكم ورحمة الله حبيباتي، ومرحبا بكم اليوم معايا في طبق جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله جبت لكم هذا البولي فارسي باللحم المفروم والجبن بطريقة رائعة، إن شاء الله تنال إعجابكم. روحوا المقادير ودرجة التحضير مع بعض. نبدأ في المقادير حبيباتي على بركة الله. هنا عندي دجاجة كومبلي دي صوصي، مزوعة العظام ولا مسحوبة العظام. سبق ودرت لكم في فيديو سابق كيفاش نقلعوا عظام الدجاجة، اليوم ان شاء الله غادي نخدموا بها. عندي هنايا قلت لكم دجاجة، عندي هنايا كمية من اللحم المرحي ولا الكفتة تاع الفيونداشي، كفتة تاع لحم البقر ولا الغنم. عندي هنايا حبة بصل كبيرة مرابية ولا مبشورة. عندي الخل، عندي هنايا حبة بيض، عندي ورقتين من ورق الغار ولا الرند. عندي هنايا معدنوس مجفف، واللي عندها دير ربع ربطه تاع معدنوس، عفوا تقطعها رقيق. عندي هنايا ملعقه صغيره تاع ثوم مجفف. عندي الكركم، سكنجبير ولا زنجبيل مطحون، زعفران. وعندي هنايا التحميره ولا الفلفله حمراء. عندي ملح، فلفل اسود. عندي هنا البقسماط اللي هو خبز يابس، حنا نقول له لا شابلوغ، راني نقول بكل لغات باش يفهموني اخواتي من المشرق العربي. هنا عندي زيتون اخضر مقطع رقيق جدا ولا هنايا مبشور، انا بشرته بالبشاره العادي اللي نبشروا بها الخضر. ونبداو في الوصفه تاعنا على بركه الله. واكيد الزيت. وهنا عفوا ما ذكرتش الجبن، عندي هنا جبن الساندويتش ولا جبن الهامبرغر ولا اي قطعه جبن مثلثات، مهم جبن باش نحشو به الدجاجه تاعنا. نبدأ بسم الله على بركه الله. نبدأ بسم الله، اول شيء غادي نخدموا الكفته تاعنا ولا اللحم المرحي. غادي نحطوا فيه البصل اول شيء، بسم الله نحطوا فيه الزيتون المرحي، خلطوهم، حطوا حبه البيض. التوابل غادي نديرو فلفل اسود، الملح على حسب، هنا الزيت راه فيه الملح، نديرو شويه تاع الملح، نديرو نصف كميه تاع الثوم ونصف كميه تاع المعدنوس، نخلطو. اخواتي بعد اللي خلطت كل المكونات، هنايا لا شابلوغ ولا الخبز المرحي او البقسماط ما قلتلكمش كميه، غادي نبداو نلمو به. هنا في حدود ملعقتين كبار حتى ينشف لنا الخليط تاعنا. هنا اللي تبغي تزيد في بلاصه في مكان الخبز تزيد الارز يكون مغلى مسبقا. اخواتي هنايا كملت كل الكميات تاع زوج مغارف كبار تاع لا شابلوغ. غادي نخلي لافارس هذه ولا الحشوه هذه من على جهه، ونروحوا نكملوا كيفاش غادي نديروا لا ماريناد ولا التتبيله تاع الدجاج تاعنا. انا ما بغيتش نخليه ناشف. نحطوا اول شيء كل التوابل اللي كانت عندي هنايا، نحطوا الفلفل الاسود، نحطوا كميه من الملح كما تعرفوا الدجاج يبغي الملح، نحطوا الزيت قدر ملعقتين من الزيت، ونحطوا الخل ملعقه كبيره خل. نخلط كل المكونات. هنايا بهذا الشكل تكون تتبيله الدجاج تاعي جاهزه معايا. نفوتوا نشوفوا كيفاش نكملوا الوصفه تاعنا. اخواتي الدجاجه تاعنا راهي امامنا، غادي الان نقدبوا لا ماريناد تاعنا ولا التتبيله. انا هذه الطريقه المعتمده عندي باش الدجاج تاعي يجي منكه غايه. واش كاين اللي ما يديرش هذه العرصه؟ انا نبغي نكه الدجاج كي تاكلوه ما يجيكمش ناشف، او ميم طون ما يجيكمش غير هكاك بالملح والحرور. بعد لي كملت حباباتي هذه الجهه، غادي نقلبها بهذا الشكل. هنا كما راكم تشوفوا حباباتي جهه تاع الظهر ما فيهاش اللحم، راهي هنا ما فيهاش اللحم، غادي نقلعوا مصدر ونحطوا فيها.
بهذا الشكل اخواتي. درك نفوت عليها بنفس الشيء. حباباتي بعد لي هنايا كاع بالتتبيله فت عليه وشربته غايه. غادي نجيب هذيك لافاخس اللي راهي عندي ولا بحشوه نسقم هنايا. نجيب الحشوه نحط الحشوه تاعي هنايا في وسط الدجاجه. كما شفتوني هنايا حليت هذا البودان اللي درته، غادي نديره فاخسي ثاني هو غادي نحشيه بالجبن ولا قطع الجبن اللي عندي. بهذا الشكل حباباتي غادي نعاود نلف عليها هذه الكفته. هنا نجو من الجهه التحتانيه تاع الدجاجه ونفوت عليها ندورها كاع بهذا الشكل. الجلد تاع الدجاج علاه ما قلعناش باسكو نسحقوه. شوفوا هو اللي شد لنا الحشوه تاعنا. اخواتي الكرام ها هي الدجاجه تاعي. هنا انا غادي ندير بالاعواد الخشبيه، ما غاديش ندير بالكوردون ولا بالخيط. نديرو كيما هكا ونبداو نقفلو عليها كاع. غادي نقفلها كاع كيما هكا نواصل هنايا ومن بعد نوريها لكم في شكلها النهائي ان شاء الله. اخواتي في الله هنايا درت لها لي كوردون كيما راكم تشوفوا، بلعتها غايه وزيرتها. هنا لي بيغاكس تاعي ولا لي بلاط تاع الفخار ما جاونيش قدها كاع صغار. درت في هذا البلاط تاع الحديد هنايا دهنتها بشويه تاع الزيت. غادي نقلبها هكا على الفتحه كيما راكم تشوفوا هنايا خرجت ما شاء الله كبيره. غادي نفوت عليها ندير لها واحد الثقوب هنايا بالخدمه. اخواتي بعد لي تقطت هنا الغولي تاعي ولا رولي الدجاج ولا الدجاج المحشو ها هو، نعطوه هاد لافون. هنا راهي كبيره كما قلت سبق وذكرت. هنا هاد الورق تاع الرند نحطهم هنا باسكو غادي يطلق لي هذا، يطلق لي واحد المرق هنايا غير يبدا يطيب يطلق لي المرق. نجيبو بابي فيل، عفوا ورق الزبده نحطو فوقه. غادي ندخلها دروك كيطيب ومن بعد نوريكم في شكلها النهائي باذن الله. اخواتي وحبيباتي في الله البولي فاخسي تاعنا راه جهز امامكم كما راكم تشوفوا في صحن التقديم. هنايا خليته مده ساعتين قل ربع، هو يطيب على درجه حراره 180 درجه باش يطيب لي غايه. وكي بقات لي نصف ساعه حطيت فيه هاد لي غونديل تاع البطاطا وتشربوا هذاك المرق تاعها باش غادي يطلق لكم صوص شابه بزاف. وهنايا راني مقدمته مع الصوص بلونش اللي سبق ودرتها لكم في كفتة ديك الرومي. ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها اكيد. نقول لكم تاكلوها وتجربوها بالصحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى وصفه مقبله باذن الله.